السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ بتكونوا بخير؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد ومعلومة جديدة، هنتكلم عن معدل انتاج النجار والمساعد بتاعه في بند العمدان. لو انت عندك نجار ومساعد وهتشغلهم في بند العمدان يدوك قد ايه في اليوم؟ قالك معدل انتاج النجار والمساعد بتاعه في بند الأعمدة 1.5 متر مكعب في اليوم. يعني لو عندك نجار والمساعد بتاعه هيشتغلوا لك عمدان يقدروا يعملوا لك 1.5 متر مكعب في اليوم. بكده نكون خلصنا الفيديو، اتمنى تكون المعلومة عجبتكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، سيب لنا كومنت كويس يشجعنا ان احنا نكمل. تابعنا على صفحة الفيسبوك وادعو اصدقائك للاشتراك في القناة وصفحة الفيسبوك، وسيب لنا كومنت كويس يشجعنا ان احنا نكمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.